أن يجب أن تكون الظروف ملائمة لو أن يكونوا نازحين أحرار، لأن حاليا يوجد العودة مستمرة، يعني يوميا يراجعون النازحين ويطلبون العودة بين طلب أو طلبين أو ثلاثة، ولكن هناك تقريبا 60,000 عائلة داخل. نعم أسمعك سيدي. داخل المخيمات وخارج المخيمات، أي عددهم يتراوح بين نحو 60,000 عائلة، 337,000 شخص داخل المخيمات وخارجها. حقيقة حاليا هم أحرار، يوميا يراجعون أي طلب يجينا، إذا طلبوا الرجوع إلى مناطقهم نحن بسرعة فائقة نمكنهم. هذه الطلبات يعني تردكم من النازحين في إقليم كردستان؟ نعم بالضبط. هناك آليتين حاليا الرجوع إلى مناطقهم، آلية حسب إرادتهم يقدمون الطلب إلى المخيم، وإذا كانوا خارج المخيم يقدمون إلى إدارة الذي يسكنون فيها. وهناك آلية أخرى تقوم منظمة IOM منذ سنتين بتسجيل أبنائهم داخل المخيمات وخارجها. حقيقة مرت سنتين فقط قامت منظمة IOM بفقط رجوع 400 عائلة فقط إلى مناطقهم، وهذه العملية كلش بطيئة جدا، لأن هذه السجارة حسب ما تعرفون 80% منهم بيوتهم كانت مبنية من الطين، وأصبحت ونحن دخلنا الآن سنة العاشرة، أي بيوت مبنية من الطين إذا كانت متروكة ما يبقى في أثر، يحتاج إلى إدامة، يحتاج إلى صيانة. حقيقة أهالي سجار 80% منهم فقراء، يعني يحتاجون إلى تعويضات، لأن الكارثة اللي حدثت في سنجار حقيقة جينوسايد بحق. طيب استاذ ديان، يعني ما هو موجود في الاقليم فقط من سنجار ام من بقيه المحافظات ايضا من النازحين؟ من كل المناطق في العراق، ولكن استطيع ان اقول 90% من اهالي سنجار، لان يوجد فقط ضمن محافظه دوك 20 مخيم. نعم. 15 للنازحين، معظم من اهالي سنجار، استطيع ان اقول 92% منهم، وخمسه مخيمات اخرى للاجئين من اهالي طيب. سوريا.